إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر العامة. طبعا تحدثنا وخدنا فيها شوط كبير. طبعا لما افتتحنا مركز الاسكندريه، وان شاء الله النهارده نعرض يعني باذن الله الاحداث اللي حصلت يوم الافتتاح، ونشكر الناس كل اللي حضر في الافتتاح الطيب ده، فان شاء الله نعرضه الفيديو بتاعه عشان الناس برضه تشوف، اللي حضر كلهم يشوفوا نفسهم ويشوفوا قد ايه فعلا انا كنت مبسوط بيكم، فعلا كنت سعيد بيكم. وطبعا انا لما بتكلم في برنامج لا يفلح الساحر، مش معنى ان بنتكلم في زي الشيوخ اللي بيتكلموا ولا بنتكلم في مواضيع وخلاص، لا، انا بنقصر مسائل علميه دي تهمني اكتر من اي شيء تاني. يعني انا دايما حتى في برنامج كيد وساحر، لما بنتكلم في مساله بنقتلها بحثا الاول، او بنتكلم فيها بتاصيل علمي دقيق علشان الناس ما تفكرش ان كل اللي بيتكلم في الموضوع ده نصاب او دجال او بيتكلم مش فاهم. يعني في ناس بتجيلي المركز من خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول، فعلا انا لما فتحنا مركز اسكندريه، طبعا انا كنت انا في المركز متواجد على طول يعني، ففعلا انا الناس فعلا انا بقيت صعبان عليا الناس، انت الفهم ده انت جبته منين؟ الناس انخدعت في الشيوخ، وصلوا لدرجه انهم ما عادش خلاص، واحد اما مش مصدق الشيخ اللي معالج بالقران يقول لك القران ما بيعالجش خلاص، لانه انا رحت لكذا شيخ 100 شيخ بالقران وما عالجنيش، وواحد تاني يقول لك كلكم نصابين ودجالين وكله مش فاهم حاجه وخلاص، والتاني حيران عايز يعالج الحاله بتاعته وخلاص مش فاهم ايه الموضوع بالظبط. طبعا الناس في تخبط وفي حيره، انا عايز نوصل لحل، عايز نوصل لبر امان، نعمل ايه؟ طيب لما نتكلم مع الناس نجد فعلا الناس من كتر ذهابهم للشيوخ، الناس فعلا ضلت الطريق، الناس مش عارفه هي بتتكلم في ايه. واحد يقول لي ده انا حبست الجن في جزازه وقفلت عليها ومش هيطلع تاني، والتاني يقول لي ده اسلم الجن، اسلم وراح السعوديه ومش مش هيرجع تاني، والرابع يقول لي اصل انا عليا قبيله من الجن مش هيطلعوا ولا هيسيبوني، واحد تاني يقول لي اصل انا عليا عيله والعيله ديت ابوها طلع وفلان ضربه ويوم كذا وعشان ضرب وانا مش سايبه وماشي، والثالثه تقول لي ده الجن اللي عليا عاشق وبيحبني وعمره ما هو سايبني وماشي خالص، والرابع يقول لي اصل مراتي كل شويه كل ما حد يزعلها تقع وتصوت وتصرخ. احنا في متاهه، احنا في دايره مغلقه بنلف فيها مش عارفين احنا رايحين فين ولا ايه بالظبط. فدايما حتى يمكن انا بنشرح الكلام ده هوت لاكثر الحالات اللي بيجوا لما نلاقيهم هم متخبطين نفسيا ومش فاهمين، مش قادرين يميزوا بين السحر وبين الجن وبين القرين. وللاسف يعني في كتير جدا من الحالات، من الحاله النفسيه والضغط النفسي والكلام عند الشيوخ، جمعت الموضوع كله في ايه؟ ان خلاص انا عشت على كده وخلاص، انا مسحوره وهنعيش بالسحر وخلاص، لان ما حد جايب معايا نتيجه خلاص. لما بنبدا نتكلم معاهم ونقول لهم يا جماعه لازم اللي بيعالج ده يكون فاهم، يقدر يفرق بين الجن وبين القرين، علشان ده بينهم شتان من الاعراض. مش كل اللي رايح لشيخ عشان قرأ عليه آيتين قرآن وصوت وصرخ يبقى كده خلاص هو ملبوس ويبدأ يعالج فيه ويبدأ يديله تشطيف ودهان واقرأ رقية ويعمل كذا وكذا وكذا. ومش كل اللي هو راح لشيخ وقرأ عليه وما تأثرش بالقرآن وما تعبش من القرآن يبقى مش ملبوس. يعني أنا أخدها قاعدة، والقاعدة دي دايما بنأكد عليها، اللي بيروح للشيخ وهو وجع او صرخ سمع القران وصرخ وصوت او تعب من القران، اعرف ان هو مفهوش جن اصلا، وممكن يكون فيك جن لكن مش هو اللي عامل الكلام ده. يعني والله انا دايما بنقولها، ودايما انا يمكن الشيخ الوحيد اللي بيتكلم في الكلام ده، انا بنقول لك الجن بريء من الاعمال اللي انتوا نسبتوها له. يعني من كتر الضغوط على الناس ابتدوا ياخدوا اعراضهم منين؟ اللي بتتفرج على فيلم وتعيش الدور مع الفيلم ده هو تبدا تمثل زي ما الفيلم بيعمل، واللي بتشوف صاحبتها وجعت قبل كده وصرخت وصوتت وبعد كده نفذوا لها اللي هي عايزاه، واللي عايزه تروح امتحان ولاقي مستواها ضعيف شويه فتقول لك خلاص انا دي شماعه نعلق عليها فشلي وخلاص، وانا اصلا ملبوسه مش هنحضر الامتحان ونعيد السنه دي او 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 نعيد الامتحان او ما ندخلش الامتحان السنه دي، والرابع عشان جاب مجموع ضعيف خلاص انا اصلا الجن اللي لابسني. احنا في دوامه مش عارفين احنا رايحين فين.
فليما لما بنتكلم انا عايزك الاول تعرف ايه اللي بيخليني نتعب. يعني مثلا انا لو قلت لك دايما نضرب المثال ده للناس اللي في مركز عندي، بنقول لهم لو انا قلت لكم هنطير في الهواء دلوقتي هتصدقوني؟ يقول لك لا مش هنصدقك عشان انت بني ادم مش هتطير يعني. طب اشمعنى الجن بتنسبوا له حاجات هو ما بيعملهاش؟ عشان هو عالم غيبي والشيوخ فكروا نفسهم هم اللي فاهمين بس، وابتدوا يدوك حاجات سيستم انت ماشي عليه، ان اللي ملبوس لازم يصوت ويصرخ. هو الملبوس ده ما بيصوتش ويصرخ والله، ولا الجن بيعمل كده اصلا والله. ودايما نقولها في كل حلقه، انا عايز الشيخ او اي انسان اللي بيقول لي الجن بيتعب من القران يجيب دليل. هات دليل واحد يا اخي، دليل واحد على الشغل اللي انت عامله. انت دلوقتي شغلك كله ان الجن بيصوت ويصرخ من القران، طب هات دليل من الكتاب والسنه، دليل واحد. انا عايز حد يجيب دليل واحد بس ان الجن لما بيسمع قران يصوت ويصرخ. طب ده ربنا قال لنا فيه عدو تاني انت مش واخد بالك منه. ربنا بيقول ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. طيب انا ربنا بيقول لي على الشيطان انه عدو مبين، انا ليه نسبت الجن للشيطان؟ يعني انا دلوقتي ربنا حذرني من شيء، قال لك ده عدو، عدوك اهو اللي عايز يدخلك النار. الشيوخ ضربوا الجن والخلاط والسحر في خلاط واحد شربه لك. طب انا عايزك تفرج يا شيخنا اللي بتعالج، عايزك تفرج الاول بين الجن والشيطان، وايه بين اعراض الجن والشيطان، وبين اعراض الحسد والمس، وبين اعراض المس والحسد والسحر، وبين انواع السحر وبعضها، وايه بين انواع النجاسات وبعضها، وبين ماده السحر وبعضها. لازم لو انت مش فاهم هتتعب الناس، هتضر الناس، هتدمر الناس، لان الناس مش ناقصه، الناس راحت لك عشان هي مش فاهمه. ما تضلهاش انت بقى كمان عشان انت مش فاهم، لازم انت تكون فاهم عشان انت الدكتور، انت المعالج، انت اللي فاهم، انت اللي دارس. لو بقيت انت كمان مش فاهم يبقى الناس كده خلاص هتروح فين يعني؟ ما خلاص نروحوا بقى للشياطين ونروح للدجالين ونروح للصحراء عشان هم يفهمونا ايه الموضوع ولا ايه بالظبط. فانت تخصصت في هذه المساله وبقيت معالج، انت معالج دلوقتي يبقى انت اللي فاهم. لو انت انا جيت لك وانت اديتني داتا غلط، اديتني معلومه غلط، اديتني يعني مشوار انا ماشي غلط، انت ضلتني عشان انت مش فاهم، عشان انت ما بتدرسش، عشان انت عايز تنتقد وخلاص. طيب لازم تفهم الاول ايه الشيطان وايه الجن الاول، لازم نفهم الاول. الجن ده ربنا خلقه مش خلقه عشان خاطر يدخلك النار والله، الجن ده ربنا خلقه للعباده. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى اصل خلق الانس والجن ليه؟ للعباده. هتيجي تقول لي يا عم الشيخ طب اصبر عليا، ما هو الجن هو الشيطان، يبقى انت مش فاهم، مش فاهم انت، يبقى انت عايز تدرس، عايز تتعلم، يبقى لازم تفهم الاول ايه الفرق بين الجن والشيطان. يا عم الشيخ الشيطان ده ابن ابليس مباشره، اللي هو قرينك، اللي هو ما اسلمش، اللي هو لا يامرك الا بشر، الا قرين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه يا رسول الله اولك شيطان؟ قال اولي شيطان يا رسول الله؟ قال بلى. قالت حتى انت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن اعانن الله عليه فاسلم. يبقى قرين النبي بس هو لا يامره الا بخير. طيب كل قرنائنا لا يأمرك إلا بالشر، يبقى مين اللي بيأمرك بالشر الوحيد؟ الوحيد اللي هو عدو مبين لك اللي ربنا حذرك منه الشيطان. طب الجن باقي الجن فين؟ باقي الجن دول زيك زيهم، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم اليهودي، فيهم النصراني، فيهم المسيحي، فيهم الدرزي، فيهم السيخ، فيهم اللي بيؤمنش، فيهم بيؤمن بالنار، فيهم بيؤمن بالقمر، ديانات وأشخاص مختلفة، فيهم العلماني وفيهم الليبرالي وفيهم الإخواني وفيهم السلفي وفيهم الصوفي. فيهم المؤمن وفيهم العاصي وفيهم اللي بيأمر معروف وينهى عن منكر، فيهم كل شيء زيك زيهم. ربنا أمرهم بالعبادة، ربنا أنزل عليهم رسالة زيك زيهم. طيب لما أنا ربنا أنزل على دهمة رسالة زيهم، أنا ليه ادعيت على الجن أنه لما بيسمع قرآن يصوت ويصرخ؟ جبتها منين؟ أنا دايما بنقولها أنت جبتها من كتاب شمس المعارف. كتاب شمس المعارف طبعا للإمام البوني اللي هو علم الناس ازاي يدرسوا السحر، اللي هو الوسيط او العلاقه اللي كل ساحر رايح يسحر بيروح يدرس كتاب شمس المعارف عشان يقدر يوصل لابليس. من كتب شمس في كتاب شمس المعارف ان ابليس او الجن لما بيسمع ايه الكرسي او بيسمع القران بيتعب، هو عايز يوهمك بكده، عايز يخليك ان القران متعب. طب بالله عليك انت انسان مسلم وربنا قال ان القران شفاء، وربنا قال وقال القران هدى، وربنا قال القران رحمه، والقرآن في الأصل كلام الله، أنت متخيل كلام ربنا؟ لو أنت كمسلم اعتقدت
ان القرآن متعب، راجع عقيدتك تاني. حتى لو انت شيخ، يعني انت لو انت شيخ بتعالج، لو انت اعتقدت ذلك، لو انت اعتقدت ان القرآن متعب، لو اعتقدت ان كلام الله بيحرق، يبقى انت روح راجع نفسك. يبقى انت كده انت على هوية. ليه يا عم الشيخ بالراحة عليا شوية؟ افهم، انا عايزك تفهم الاول، القرآن ده شفاء ورحمة وهدى وكلام ربنا. طيب كلام ربنا ده هو ربنا نزله مش بالسيف، ولا ربنا نشر الإسلام بالسيف، ولا ربنا نشر الدعوة بالسيف والقتل، ولا ربنا أمرك إنك تؤمن أو تسلم بالقوة. لا، ربنا أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، بعت لك رسل وبعت لك مبشرين ومنذرين وبعت لك أدلة في الكون، وبعت لك كل شيء عشان يخليك تؤمن. طيب يجي عند الجن ويخليه يسمع كلامه ويتعب ويصوت ويصرخ؟ طب بالله عليك، لو انا قلت لك دلوقتي اؤمن بفلان، وفلان ده هوت لو ما اؤمنتش بيه، لو انت لم تؤمن بيه، هيضربك وهيعذبك وهيقتلك، هتؤمن؟ لا، حتى لو امنت بيه هتامن ظاهريا بس، هتامن عشان تخاف منه. لكن احنا مش مؤمنين بربنا عشان احنا بالخوف، احنا بنحب ربنا. يعني الخوف والحب، انت بتحب ربنا عشان كده امنت، انت بتحب النبي، بتحب الدين، بتحب العباده. طيب الجن ما هو مخلوق زيك زيه، ربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الاصل في الخلق ايه يا شيخنا؟ الاصل في خلق الجن والانس العباده، ربنا خلق عشان يتعبده. طب لو ربنا نزل لك كلامه عشان يتعبك بيه، واحد يقول لي ده اصلا سمعت ايه الكرسي حرقت الجن، مين اللي قال؟ مين اللي قال الكلام؟ انا عايز افهم حاجه بس واحده، مين اللي قال ان ايه الكرسي بتحرق الجن؟ هات لي كلام، هات لي دليل، قول لي والله ده انا سمعت ايه الكرسي حرقته قدامي، فين الكلام ده؟ فين؟ هات لي، قول لي النبي قال، قول لي في ايه بتقول الكلام ده، قول لي الصحابه قالوا، قول اي حاجه. طيب لكن انت جايب كلامك منين يا شيخنا؟ يا اللي بتعالج جايب كلامك من انت شفت الحاله قدامك بتصوت وتصرخ والجن اللي عليها نضج، وبعد كده انت خدت كلامك من الجن. طب ده انت بتصدق الجن اللي هو كذوب. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو هريره صدقك وهو كذوب، يعني يغلب عليه الكذب. وبعدين انت الجن اللي انت شفته امن ده، وشفته انحرج من ايه الكرسي، اللي شفته امن، انت شفت بطاقته، شفت اسمه، شفت السي دي بتاعته، شفت ايه بالظبط؟ يعني ايه عرفك انه مؤمن اصلا؟ ايه عرفك انه كافر اساسا؟ ايه عرفك ان هو طويل ولا قصير؟ جبت الكلام ده منين انت اصلا؟ يبقى انت بتدعي العلاج، يبقى انت بتدعي ان انت شيخ، لان انت مش فاهم. لو بتدعي الكلام ده هو ربنا بيقول عكس كلامك خالص. لو انت بتدعي ان القرآن بيتعب الجن، ربنا بيقول عكس كلامك. ليه؟ ربنا بيقول وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ده بيسمعوا يا عم، ده مش بيسمعوا بس، ده لما سمعوا القرآن قالوا أنصتوا. بيقول البعض اسمع كلام ربنا. فلما قضي، ده قعدوا لما قضي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقضي القرآن، فولوا إلى قومهم منذرين، راحوا يدعوا قومهم الإسلام، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. اسمعوا كلام مين؟ طيب يا عم الشيخ أنت سيادتك بتقول لي ان الجن يسمع قرآن هيقعد يصرخ وصوت وهيتعب الناس وهيرمي المصحف في الارض؟ طب بالله عليك يا اخي، انا عايزك فكر، لو انت ربنا خلق الجن دهوت ومش قادر عليه، فكر يا اخي، فكر كده، يعني فكر بدماغك شويه، يعني فكر نفسيا شويه، هل ان ربنا خلق الجن ومش قادر عليه؟ ده بكلام ربنا مش قادر على الجن، ايه اللي انت بتدعيه؟ لا، يبقى كلام ربنا فين؟ كلام ربنا بيهدي. يبقى يا عم الشيخ الجن الاصل بقى، الجن لما بيسمع القرآن بيعمل ايه يا شيخنا؟ بيتوب. طب لو ما تابش ما يتكلمش. طيب امال مين اللي بيصرخ وصوت يا شيخنا؟ ده انا شفتها كسرت الدنيا قدامي، ده يا شيخ بنتي موتت كل ما كناش قادرين على 20 راجل. انت رايح لها اصلا، انت خايف منها اصلا. يعني احنا عندنا الدعاء كده ايه اللي هو ملبوس ده، يقول لك اوعى الله ممكن يلبسك، اوعى يدمرك، انت خايف منه اصلا، انت رايح لها او رايح للملبوس ده وانت خايف. فعشان كده قرينك نفسه يلا خلي بالك، اوعى تجرب منه اصلا ممكن يلبسك. والله انت لو جربت منه ما هو لبسك، ولا الجن اللي ملبوس ده يقدر يعمل حاجه اصلا، الا ممكن يضربك بقوه، ممكن معاك،
اه يضربك بقوه. ليه؟ لان هو اصلا الشاب او البنت اللي ملبوسه او ادعت انها ملبوسه ديت هي حاطه نفسها في شيء وضع نفسي ان انا ممكن نعمل اي شيء، نضرب اي شيء، نطير من اي مكان، نعمل اي شيء، عشان كده عندها استعداد تعمل اي شيء انت خايف منها، شايفها قدامك تعمل اعمال صعبه، فتقول لي انا خايف نجرب منه الله يلبسني. والله ما هو مش طالع منه عشان يلبسك، والله هو مش فاضيكم اصلا، يعني الجن مش فاضيلك هيطلع منها ويلبسك، لا هو لابسها، هو مقصر عليها، بس امسكها ماسكه محكمه. يعني لما تلاقي حد بالمنظر ده امسكه ماسكه محكمه، تمام، هو خلاص هو انسان. اه هو لو ملبوس فعلا هو مش هيبقى حاسس باي شيء نهائي، وده مش هيعرفه غير حد معالج فاهم ان امتى حضور الجن، وهل ده فعلا اللي حاضر على الانسان دي جن ولا مش جن. كل ده له ايه، له ثوابت عند الشيخ اللي بيعالج، اللي فاهم هل اللي قدامه ده ملبوس ولا مش ملبوس ولا لا. يبقى طيب الجن اللي هو احنا ادعينا ان هو بيتعب ويصوت ويصرخ ويعمل الكلام ده كله، في شيطان. الشيطان بقى تعالى يعني نفهمك الاول. الشيطان ده ربنا خلقه ابن ابليس، تمام، ربنا خلقه ابن ابليس. طيب ابن ابليس ده هوت ربنا انظره انه في النار وقال له خلي بالك هو عدو مبين لك، وابن ابليس قعد 24 ساعه بيخطط ازاي ندخلك النار. يبقى مين اللي بيصوت وصرخ يا عم الشيخ؟ افهم، مين اللي بيصوت وصرخ؟ هتقول القرين. لا مش القرين، القرين الوسوسه بس، لا بيصوت ولا بيصرخ ولا بيعمل لك شيء، لكن هو بيعمل لك ايه؟ يضغط عليك نفسيا، يخليك تصوت وتصرخ انت بنفسك. عشان كده اللي بيصوت وصرخ يقول لك انا حاسس انا بنعمل ايه، لكن مش قادر اتحكم في نفسي. ليه مش قادر تتحكم في نفسك؟ لان هو ضغط عليك نفسيا وعصبيا خلاك تعمل الكلام ده. يبقى القرين ما بيخليكش، هو مش هو اللي بيصوت ويصرخ، لا هو ضغط عليك نفسيا خلاك تصوت وتصرخ، وبعد ما تصوت وتصرخ انت توهمت ان انت ملبوس، خلاص تروح للشيخ، يا عم الشيخ ده انا حصل معايا كذا، يقول لك بس جيت لي في ملعبي يا ريس، تعال هات يا ابني اقرا عليه. طبعا اقرا عليه بقى لازم يحضر عند الشيخ، زي ما الاخت اللي كانت عندي من الكويت بتقول لي انا يا شيخنا نبقى 100 100 في البيت، نسمع الرقيه 100 100 ونسمع القران تمام، اول ما نروح عند الشيخ نقعد نصوت ونصرخ، اول ما نسمع القران نصوت. اشمعنى؟ ليه؟ قلت لها عشان تبهيئ نفسك نفسيا ان في صوت وصريخ عند الشيخ، والشيخ مش فاهم، مش قادر يفرج لك ان اوقف يا بنتي القران مش متعب، اوقف يا بنتي انت لو انت صوتي وصرختي وادعيتي ان القران بيتعب حد يبقى انت دخلت في قصه تانية، انت نقضت عقيدتك بالله وبالقران، وان القران انت مش مصدقه القران كده، لان القران ربنا قال شفاء، وربنا قال الجن بيسمع القران، وربنا قال بيدعي قوم الاسلام، يبقى انت بتنقضي نفسك ولا ايه الموضوع بالظبط؟ هنكمل الموضوع ده بعد ما نتفرج على يعني افتتاح المركز، مركز النور بالاسكندريه. وطبعا ده يعني انا ما كنت طبعا ان شاء الله يعني باذن الله نفتحه في الصعيد برضه عشان وعدت الناس في الصعيد، لكن هو ربنا قدر ان احنا نفتحه في اسكندريه. ونشكر كل الناس اللي حضرت، ونشكر كل الناس اللي ساهمت، ونشكر كل الناس اللي شرفتني في افتتاح مركز الاسكندريه بالمعموره. يا ريت استاذ محمد يعرضنا الفيديو ونرجع لكم تاني. عرضنا الفيديو استاذ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا طبعا بنشكر كل اللي حضروا يعني افتتاح النهارده ومركز الاسكندريه. طبعا مركز الاسكندريه ده احنا يعني ان شاء الله ربنا يعيننا ان احنا نعملوه عشان خاطر يخدم الوجه البحر يعني، واي حد يعني بيصعب عليه انه يروح مركز البحيره. وطبعا بنوعد موضوع اهل الصعيد انهم ان شاء الله بقدر الله تبارك وتعالى يعني نعمله ان شاء الله لو كل اسبوع في الشهر هناك، ونحاول نجربه على اهلنا هناك المسافه. وطبعا احنا بنقوله لكل اي حد يعني شكرنا النهارده جلنا وشكرنا على الهواء او قدم اي خدمه لنا وشرفتنا ومرحب بيك. وهنا بنقوله ان مركز الاسكندريه ان شاء الله موجود فيه بقدر الله تبارك وتعالى تقريبا شهر متواصل باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون يخدم الناس. وطبعا احنا زي ما وعدنا ان احنا هنعالج بالاعشاب المستورده اللي احنا جايبينها من بره اللي هي بتقدر تفيدك، واللي احنا هنتكلم عنها على في الحلقات، كل حلقة إن شاء الله على عشبة معينة نتكلم بيها عشان الناس تعرف إحنا بنعالج بإيه، نوع العشب اللي بنعالج بيه، عشان ما فيش حد يقول يعني إن أنت بتروح تاخد شوية أعشاب وتروح ولا شيء، لأ أنت بنتكلم عن نوع العشب على الهواء عشان خاطر الناس تبقى عارفة أو يبقى عارف أنت بتتعالج بإيه بالظبط. نشكركم طبعا على كل مجهوداتكم وحضوركم وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تمت بنعمته الصالحة
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم أما بعد، إخوتي في الله، قمنا في هذا اليوم الطيب المبارك يوم 6 من شهر سبتمبر سنة 2019 ميلادية بافتتاح هذا الفرع الكريم في منطقة الإسكندرية، مركز النور، مركز الشيخ راضي الحويتي لعلاج السحر والمس بالقرآن. وقد قدرنا الله سبحانه وتعالى لنخطو هذه الخطوة بأمر الله تعالى لخدمة أبناء الأسكندرية ووجه بحري خصيصا، ونحن قد حبان الله سبحانه وتعالى بعقلية متخصصة في هذا في هذا المجال وفي هذا النوع من الأسحار وعلاجها بالأعشاب. وهذا هو الذي فتح وهذا هو الفتح الذي فتحه الله علينا. كل داء أنزل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عباده الصالحين، واجعلنا ممن يخطو خطا وننتهج نهج عباده الصالحين، آمين يا رب العالمين. ونبارك لأخونا الشيخ راضي على هذا الافتتاح وعلى هذا المركز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا من فريق العمل اللي شغال مع الشيخ راضي الحويتي. طبعا احنا النهارده بنفتتح مركز النور بالعلاج. طبعا عندنا مركز في البحيرة، ودي المركز النهارده فتحناه في اسكندرية، وما شاء الله في إقبال على قدر الإمكان، يعني في إقبال كويس، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. وبصراحة يعني معاملة طيبة خالص من في المركز، من الناس نفسها، وإحنا مننا، إحنا من ناحيتنا، إحنا من ناحية الناس، وإحنا بنعالجه، يعني علاجنا معروف، وبنحاربوا الدجل اللي بيحصل ده، والدجل انتشر اليومين دول بكتير، فإحنا بنحاربوا الحاجات دي كلها، لأن الدجل ده بوصل لمشاكل كتير خالص وشركيات والعياذ بالله. فالشيخ راضي بيحارب الحاجات دي كلها، وبنزورش للمادة نهائي. أهم نقطة إن هو بيعالج بموارد الله. والنهارده ان شاء الله المركز يعني استقبل ناس كتير، يعني وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، وهنفتتحوا مراكز كتير ان شاء الله في كل انحاء الجمهوريه باذن الله، وان شاء الله خير وفي تقدم باذن الله وازدهار الشيخ راضي الحويتي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السادة المشاهدين والمشاهدات وكل من يتابعنا. انا حميد عبد الكريم الحويتي من فريق العمل داخل مركز النور للعلاج بالقرآن والسنة، من هنا من موقعنا بالإسكندرية المعمورة، افتتاح الفرع الجديد اليوم الجمعة. بنحب نبلغ حضراتكم ان بسم الله ما شاء الله الإقبال كان كبير جدا، وكانت الناس مسرورة وفرحة، وان شاء الله بإذن الله من خلال الفرع الثاني لنا بالإسكندرية اللي هو مركز النور بالمعمورة نقدم خدمات كويسة للناس، ونقدم أشياء جميلة للناس بإذن الله. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لأستاذنا وأخونا الشيخ راضي. السلام عليكم، أنا ناصر من مركز الشيخ راضي تبع فريق العمل. إن شاء الله في نسبة إقبال شديدة على المركز اللي اتعمل في اسكندرية الجديد. إن شاء الله تشرفونا في أي وقت، وإحنا نقوم بخدمة حضراتكم وإحنا تحت أمركم. بنبارك النهاردة للشيخ راضي الحويتي على افتتاح المركز الجديد بالأسكندرية بالمعمورة، برج الحاج سيد أبو زيد، ونقوله ربنا يوفقك، لأن فعلا إحنا أنا من ضمن ناس قرايبي وناس صحابي راحوا له أبو المطامير ودخلوا مكسورين الخاطر، طلعوا من عند مكبرين الخاطر، وندعى ربنا ان ربنا يوفقه، وان ربنا يطعم خيره في شره يا رب، امين يا رب العالمين. ونقول الف مبروك للشيخ راضي. نبارك افتتاح مركز العلاج بالقرآن الكريم والاعشاب الخاص بالسيد الدكتور الاستاذ الشيخ راضي الحويتي، ونتمنى له التوفيق. يتم اليوم الافتتاح الكبير مركز النور للأعشاب والعلاج بالقرآن، وتشرفنا جميعا بوجودنا مع الحاج سيد ومع الحاج راضي بالافتتاح الكبير، وربنا يا رب يتمم عليه بخير. أنا بحيي وتحياتي للجميع بمنطقة المعمورة الجديدة موبيليات الغزلاني،
بتحيي المركز النور لعلاج بالقرآن وبالأعشاب، وإن شاء الله بالخير وبالتوفيق إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله منبارك للشيخ راضي بمناسبة افتتاح مركز النور لعلاج القرآن بأمر الله، وربنا يكرمه ووفقه إن شاء الله بأمر الله. أحب النهاردة أبارك للشيخ راضي على افتتاحه المركز في سيدي باشا، وربنا يبارك له يا رب في اسكندرية، وربنا يبارك له يا رب. هو راجل ملتزم بيعالج بالقرآن والسنة، وربنا يجعل الشفاء على ايديه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد، جايين نباركوا للشيخ راضي على الافتتاح الجديد فرع اسكندرية، ويجعله شفاء للناس من بعد ربنا، ويشفي كل مريض يا رب. بنبارك للشيخ راضي افتتاح مركز النور للعلاج بالقرآن والأعشاب، وبنتمنى له مزيد من النجاح والتقدم. أولا احنا بنشكر الحضور اللي جم شرفوا الشيخ راضي بمناسبة افتتاح مركز النور لعلاج وطب الأعشاب وعلاج مرضى السحر، وهذا هو الفرع الثاني بعد فرع أبو المطامير. الفرع ده موجود في اسكندرية منطقة الإصلاح بجوار مسجد الهدى، وندعو من الله عز وجل أن يبارك له في هذا المركز ويفتح عليه ويخلف عليه بالذرية الصالحة، والله يشفي كل مريض. النهاردة افتتاح مركز النور للشيخ راضي لعلاج السحر بالقرآن، وبنتمنى له التوفيق يا رب، وقالوا فتحة خير إن شاء الله. النهاردة افتتاح مركز النور للشيخ راضي بالإسكندرية. مركز النور ده إن شاء الله بيعالج بالأعشاب وبيعالج بالقرآن، وإن شاء الله يكون فتحة خير بإذن الله للشيخ راضي، ونتمنى له كل التوفيق بإذن الله في الحياة القادمة. احنا بنباركوا للشيخ راضي على افتتاح مركز النور. مركز النور لعلاج السحر والمس الشيطاني بالقرآن والسنة، الآن بالأسكندرية. العنوان: طريق الإصلاح أمام بوابة المعمورة رقم 4، عمارة الحاج سيد أبو زيد، مركز النور بالأسكندرية، صرح كبير للعلاج بالقرآن والسنة النبوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده حاجة تسعدني فعلا، يعني كان يوم جميل فعلا. وطبعا بنشكر الحاج سيد أبو زيد، ربنا يحفظه وبارك فيه رب، اللي هو طبعا تبنى هذه الفكرة، وهو اللي شجعنا ان احنا نفتحه مركز في الإسكندرية صراحة، ونشكره على كده. يعني نشكر كل اللي حضر وشرفه، ونشكر الأخ محمود اللي هو طبعا المصور والإخراج اللي هو عمل الفيديو ده وطبعا أتمه، ونشكر طبعا فريق الاعداد في البرنامج اللي هو محمد وكل اللي معاه، علشان قدر يعني المجهود اللي صراحه بيبذلوه كلهم معايا. انا متعب شويه في شغلي يعني، بس ايه، هم صراحه يعني قد المسؤوليه ديت. وطبعا احنا دايما بنبتغي وجه الله تبارك وتعالى في كل فعل بنعمله. يعني انا مش فتحتش مركز في الاسكندريه الا يعني لنقرب للناس المصابه والناس اللي تعبانه، واكتر الناس اللي بتيجي طبعا المركز بيبقى حالتها الماديه مش كويسه، وبيبقى ناس ما عندهاش طبعا يعني معاش فلوس يتعالج، لكن هو مسحور، ربنا رزقه بحد ابتلاه بسحر وجاب له سحر، لكن بيبقى مسحور ومش عارف يعمل ايه. طبعا انا بنحاول بقدر الامكان نسهل المأمورية على الناس ونعالجه عليه الصحيح، وبنتكلف بنكفل معاه طبعا جزء من المصاريف كبير جدا، لكن والله انا نفسي نعالج كل الناس من غير اي ما ناخد معاهم مثلا او يدفعوا اي فلوس خالص، لكن انا مضطر، لكن لان في ناس فعلا الاعشاب اللي بتاخدها ديت مكلفه جدا، وبنحاول بقدر الامكان نهون، لكن ربنا بيقدر ذلك. يعني نشكر كل اللي حضروا في هذا الافتتاح وشرفوني، وان شاء الله برضه نوعد اهل الصعيد اللي كانوا عندي النهارده من اسيوط مركز بداري لازم تيجي تفتح عندنا، عشان خاطر احنا مجهزين لك مكان ومجهزين لك المركز وكل شيء. يا عم تعال لما راح شوف المركز احنا جايين لك عشان ناخدوك، مع الموضوع مش بالسهوله ديت، لازم ارتب وقتي كله، لان طبعا سفر بره وفي مصر هنا تصوير على طول، والمركز انا طبعا الوقت مضغوط معي شويه، بنحاول نوفر ونقتطع من وقت عشان ننفع به الناس بقدر الله تبارك وتعالى. لكن انا بنحاول نوصل رسالتي اللي نقدر نوصلها للناس، اللي عايز يستفاد منها بنفيده على الشاشه طبعا بقدر الامكان، ان نقدر برنامج لا يفلح الساحر وبرنامج كيد ساحر، يعني برنامج لا يفلح الساحر طبعا بناكد ونأصل فيه المسائل ديت عشان الناس تفهم وتفرق بين الجن وبين الشيطان، بين المس وبين الحسد، بين الحسد وبين اعراض واعراض الحسد واعراض المس. وطبعا كل شيء من دول لازم المعالج يكون دارس هذه الاجزاء بتقنيه يعني قويه. ليه؟ عشان مش كل اللي يروح له بيصوت وصرخ يبقى انت ملبوس خلاص، مع اني انا بنأكد ان يا جماعه الجن والله بريء،
من اللي انتوا بتدعوه عليه دهوت. الجني ده مخلوق ربنا خلقك زيك زيه، لكن هو مضطر انه يلبسك. انا عايز الناس تفهم يعني ايه جن. الاول الجن ده مخلوق ربنا خلقه للعباده. طيب في شيء اقوى منه اللي هو المارد اللي هو ابليس يعني سخره معاه. لازم تفهم القصه ايه ده. ساحر كفر بالله تبارك وتعالى، بيتفق مع ابليس ان احنا نضره الناس. ابليس بيديله امكانيات عشان قدر يضر بيها الناس ويكفروا بالله تبارك وتعالى. من خلال هذه يعني الاتفاق بينهم بيبرموا عقد بينهم مع بعض ان انت انا هنديك امكانيات وانت تنفذ لي طلبات. طيب عشان ينفذوا الطلبات ديت لازم يعبدوا الاول، يكفر بالله تبارك وتعالى الاول. زي الاخ اللي كان عندي من اسكندريه من فتره يقول لي قسما بالله يا شيخ انا دخلت على مرات عمي لقيتها واقفه على المصحف في الحمام، قاعده على بنتها، قاعده بنتها بتتبرز على المصحف وهي واقفه على المصحف في الحمام. ده العهد عليه والعهد اقسم لي بالله انا دخلت على مرات عمي لقيتها بتعمل واحد اتنين تلاته بنفس الشكل. طيب انت عشان بس ما تقوليش ان في ناس ما بتعملش سحر، وما تقوليش ان الموضوع مجرد ان شيخ بعت لك جن وخلاص. لا لا خالص، لا لازم تفهم يعني ايه سحر الاول. الموضوع اصعب من في دماغك، اصعب من ان انا جن لبسني ورحت للشيخ قرأ عليا وروحت. لا ده طلسم وتكليف ودراسة من بين الساحر والمارد اللي معاه من إبليس، وبيجتمعوا كلهم في مكان واحد كل سنة. كل سنة بيجتمعوا في مكان زي ما إن شاء الله هنتكلم عن المركز اللي مفتوح في مصر قريب ده. بيقول لك بنعلم الروحانيات وبنعلم الناس يسحروا إزاي، وطبعا ده كله دجل إن شاء الله نظهره يعني هذا العور اللي في المراكز ديت عشان الناس تفهم يعني ايه الفرق بين المسحور وبين الملبوس، وتفهم بين الفرق بين الشيطان والجن. والموضوع كله مش مجرد ان الساحر بيبعت لك جن وخلاص يلبسك وتاخد نفسك وتروح، وبعدين الجن اول شيخ جاب له يقعد يصوت وصرخ قدامه. انا 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 صراحه انا فعلا عايز الناس تفهم يا شيخنا يا معالج يا اخ يا اللي مسحور يا اللي ملبوس، هل انت متخيل ان الساحر بجلالة قدره هو وابليس بجلالة قدره يجتمعوا مع بعض على حاجة هيفة كده يلبسك جن اول ما يسمع كأيتين قرآن يقعد يصوت ويصرخ؟ يعني انت متخيل الموضوع ده ولا ايه؟ يعني انت الموضوع بالبساطة ديت، بالبساطة ان ابليس يكلف عليك جن عشان اول ما يسمع كأيتين قرآن يصوت ويصرخ؟ لا طبعا. ابليس بيكلف لك جن عارف انك هتسمع قرآن، وعارف انك هتصلي، وعارف انك هتصوم، وعارف انك هتروح لشيخ واثنين وثلاثة وعشرة، وعارف انك هتتعب، وعارف انك كل شيء عارفه فهمه قبل ما يبعته لك، عارف انك هتعمل الكلام ده. فيعني بديهي كده مش هيبعت لك جن اول ما يسمعك ايتين قرآن ولا يسمع آية الكرسي يلا صوت وصرخ، لا. ولا يشوف المصحف يصوت وصرخ، لا لا طبعا. ده الجن اللي معاك ده ممكن يقول لك قوم تعبد لله تبارك وتعالى. يعني ده انا عايز تفهم يعني جن ساحر. جن الملبوس، جن اللبسك ده، وجن الساحر ده ممكن يقول لك يلا قوم صلي، مع انت ممكن ما تكونش بتصلي، يقول لك قوم صلي عشان يقنعك ان انت معلكش جن. زي ما الاخت كانت عندي في المركز امبارح تقول لي انا يا شيخ عندي اقتناع ان انا بدل بنصلي مش لابسني جن. طب يا بنتي مين اللي قال اصلا ان الصلاه لها علاقه بالجن؟ ممكن الجن لو لقاك انت اصلا يعني مش عايز تصلي خلاص ما تصليش ما انا معاك. لكن لو الجن لقاك عايز عندك همه وعندك اصرار انك تصلي هيخليك تصلي وهيصلي معاك كمان، وممكن الجن يحب الصلاه معاك، وممكن الجن يخليك يلاقيك مسلم ومتبع السنه صح يسلم معاك كمان ويخش الاسلام معاك لو هو كافر. لكن هو جاي ليه؟ هي دي القصه وده الموضوع. الجن بعتهولك الساحر ليه؟ بعتهولك عشان ما تخلفش خلاص. هو مشكلته ديت بس. انا مش هنخلف لاني خلف. انت تصلي صلي براحتك، هتصوم صوم براحتك، هتؤمر بمعروف تنهى عن المنكر براحتك، اعمل اللي انت عايزه. انا جاي ليه؟ عشان ما اخليكش تخلفي بس. طب انا جاي ليه؟ عشان ما اخليكش تتزوجي بس. انا جاي ليه؟ عشان خاطر خليك تكرهي تطلقي بس. انا جاي. هو له مهمه تكليف اهو جاي بيه، جاي من عند الساحر، روح خلف لنا ديت ما تتجوزش خلاص مشكلتي انا بقى. انت مش قصتي بقى تصلي ما تصليش تعمل. طيب يا شيخنا امال ايه اللي بيخليني ما نصليش؟ ايه اللي بيخليني ما نسمعش قران؟ ايه اللي بيخليني ابعد عن ربنا؟ قرينك انت. المشكله الكبيره ان الشيوخ وهموا الناس وخلوا اتجاههم ونظرهم كله عليه على الجن، مع ان الجن بريء من الاعمال ديت. الجن قاعد في مكانه، ممكن يكون معاك جن ساحر، لكن الجن الساحر ده قاعد في مكانه بيخطط ازاي ما تخلفيش. انت بقى وهمك قرينك وهمك ان انا بنصرخ ونصوت من القران عشان تبعد عن القران. ما هو القرين ما بيصدق. السحر عمال يهد فيك ويهد في جسمك، جاب لك الامراض كلها وجاب لك فشل كلوي وجاب لك مش عارفه ايه،
وبعد كده والجن عمال يعمل ايه؟ والجن السحر قاعد في مكانه عمال يدمر فيك، وكل ما يحاول منه يدخل الرحم ينزله، والقرين عمال ما يخليك تصلي وبيبعدك عن ربنا، انت ضعت لان انت اتبعت خطوات. طيب هات اتصال حتى. ماشي ناخد الحاج راجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ رجب، عامل ايه؟ مبروك المركز الجديد. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يجعلك خير للامه الاسلاميه يا رب. ربنا يكرمك يا خرج. ربنا يبارك لك وربنا يزيدك يا رب من عيونك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا بالله عليك يا شيخ راضي، كنت قاعد مصطفى كده مع كميه معالجين، تمام؟ بيستقبل حضرتك تاني علاجك، تمام؟ سخر الله سبحان الله عليك في ظهر الغيب، انا دافع عنك، تمام؟ ولكن هم قالوا يسالوا سؤال واحد بس، الشيخ اللي انت بتدافع عنه ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم اتعالج من السحر؟ خد شيء عمل له اسهال وعمل له ترجيع، ولا تعالج بالقران والادعيه فقط؟ تمام. ده السؤال الاولاني يا شيخنا. تمام ما سمعك. سمعك يا راجل. تمام يا مولانا. سمعك. ده السؤال الاولاني. وانت يا فندم في الاول فتحت موضوع جامد ده، وموضوع الحالات النفسيه. انا سالتك السؤال ده مرارا وتكرارا، اللي عليك تجاوبني عليه. عايزين بس نشرح للمرضى اللي هم النفسيين اللي هم بيتعالجوا عند المشايخ يعني ايه مرض نفسي، واللي بيتعالجوا عند دكاتره الامراض النفسيه يعني الجن يعمل ايه بس. حاضر 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 يا خلاك. بص هو رجب قال سؤال كويس جدا، الشيخ اللي انت بتدافع عنه هو النبي خد صلى الله عليه وسلم خد حاجات سهل ورجع؟ ما احنا مش انبياء يا استاذنا، انت اللي مسحور ده مش نبي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي دله على السحر مع انه ما كانش يعرف هو عنده ايه اصلا، عشان تفهم الموضوع ايه. النبي احنا بنستقوا الشرع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما اتكلم مع ستين عائشة قال إن الله دلني على ما فيه شفائي، يعني النبي كان مريض وربنا دله على الشفاء. طب ربنا دل النبي على الشفاء، احنا هنجيبه علمنا منين او هنجيبه الموضوع منين؟ طيب هل الموضوع هو عبارة عن ان نقرأ عليه رقية وخلاص؟ ده الملائكة اللي رقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هنجيب لك ملائكة يرجوك مثلا؟ طب الملائكة اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان السحر في بئر زروان، واللي سحرك فلان روح طلع السحر، النبي صلى الله عليه وسلم طلع السحر وردم البئر. طب النبي الملائكة دلوه، انت مطالب شرعا انك تجتهد، انك تجتهد في 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 العلاج وتشوف علاجك ناجح ولا مش ناجح. يعني انا مثلا اضرب لك مثال، احنا كنا نعرفه ايه عن مثلا مرض مثلا الفيروس سي مثلا، كنا نعرفه عنه ايه من فترة؟ ولا شيء، تمام؟ طيب لما احنا هجمنا بالمرض ده هوت، ربنا يعني ابتلانا بيه، وليه ده مبعدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبعدين عن نهج الله تبارك وتعالى؟ ربنا ابتلانا بمرض الفيروس سي، حصد ارواح ناس كتير جدا، والناس مش لاقيين له حلول، زي السرطان دلوقتي وزي نقص المناعه اللي هو الايدز مثلا، ناس مش لاقيه او الدكاتره مش لاقيين حل للعلاج دوت. طيب احنا ربنا ابتلانا بمرض السحر، احنا مطالبين بقى خلاص نقعد ونستنوا لما السحر يدمرنا، ولا مطالبين شرعا ان احنا ندور ونجتهد ازاي ندور على طرق علاج؟ طيب ماشي ناخد ساعه. سعد تفضل. شيخ راضي اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا مركز النور بالاسكندريه. ربنا يحفظك يا اخ سعد، ربنا يكرمك يا رب. ان شاء الله نعمل ان شاء الله يكون في فرع في كل انحاء الجمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك يا سعد. ان شاء الله نعمل بالتوفيق باذن الله. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك الله خير. ان شاء الله. جزاك الله خير يا اخي. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. نشكرك. يا رب من حسناتك ان شاء الله. نشكرك يا اخ سعد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب نشكرك يا اخ سعد. ابو ابراهيم من ليبيا، تفضل. تفضل يا ابو ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ راضي؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا اتصلت بيك من اسبوعين يا شيخ راضي. اتصلت بيا؟ ايه اتصلت بيك من على البرنامج. تمام. من اسبوعين فات. تمام. اسبوعين فات لك قلت لي انت مسحور، لكن ما سمعتكش مزبوط. شنو نقول لك الاعراض بتاعي مره ثانيه؟ طيب انت ممكن تتصل على التليفونات ونحدده الاعراض يا اخ ابراهيم، ابو ابراهيم. وبرضو عايز نوصل لك شيء يعني عشان برضو نهون على الناس، انا ممكن نعرفوا اعراضك ايه ونشحن لك العلاج عن طرق شركات شحن يعني عادي ان شاء الله. ودي خدمه احنا بنقدمها للناس في كل الدول العربيه وجميع العالم الحمد لله. احنا يعني بفضل الله بنقدر نوصل لك العلاج في اي مكان، بس تتصل بينا الاول نحدده نوع المرض اللي عندك ايه ونوع السحر اللي عندك ايه من خلال الاعراض اللي عندك، وبعد كده نبعت لك علاج السحر عشان تنظف السحر ده من دمك، لان السحر ده مرض حقيقي موجود محسوس في جسمك لازم ينضف من جسمك عشان ده الرابط بتاع الجن. اول ما السحر ينضف خلاص الموضوع بينتهي عندك، ومن خلال الارقام اللي على الشاشه هي ان شاء الله يعني حاول تتصل
ولو طبعا في رقم لاخر اتنينات ده اللي هو تقدر تتكلم معاه عشان يوصل لك العلاج. عشان طبعا ان شاء الله نفرد حلقه كامله ان احنا ازاي نفرق بين الجن والشيطان، ونكمل اخ سؤال الاخ رجب اللي هو هل النبي سهل ورجع ولا الموضوع ايه؟ دي اجتهادات، اجتهد الاول وان شاء الله نضرب امثله اكتر عشان يعني بضرب المثال يتضح المقال ونوضح المقال اكتر. ونشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.